Señal. يعني ممكن الآن مجال الأسئلة مفتوح، ممكن سؤال باللغة العربية للأستاذ فتحي وسؤال بالتجرينيا أيضا إذا وجد لأستاذ سينغال. يعني ممكن نستقبل الاتصال الآن. ممكن لحد ما يجينا اتصال، لو عندك أي تعليق أستاذ فتحي تفضل. يعني كومنت خوبين فتحي قال لك أبتز بالكايا وسينغال حساب تيز مسحنا تلفونات مالتي. تفضل أستاذ فتحي. أنا أحاول النقاط أذكرها بالعربي، ربما حتى تساعد. جميل جميل. نعم، في الأستاذ سنغال ذكر المؤثرات والمحددات لعلاقات إريتريا وإثيوبيا، وارتكز على أنه هناك دوما مؤشرات إجبارية تجبر الدولة على مراعاتها في اتخاذ سياساتها الخارجية تجاه دولة واحدة، وهناك في هذا السياق ما يجمع إريتريا وإثيوبيا ويجبرهم على اتخاذ سياسات محددة، مثل الجوار، التبادل التجاري والاقتصادي، الروابط التاريخية، مشاكل البيئة، الموارد المتاحة، والتصنيف الدولي للدولتين من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، والموقع الجغرافي الجيوبوليتيك أو الجغرافي السياسي. هذه كلها محددات أنه تجعل السياسة صناعة واعية وليست صناعة رغبات، يعني لسنا بما نرغب فيه بل بما مجبرين على اتخاذه. هذه هي الفكرة الأساسية، وهو يدعمها بمؤشرات أنه مثلا إثيوبيا دولة لاند لوكت، لا 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 منفذ لها إلى البحر، وهذا واحد من محددات سياسات الخارجية وهمومها الأساسية، ولكن هذا المحدد لا يتم التعامل معه إلا وفقا لما هو سائد، يعني طبيعة النظام في إريتريا، طبيعة الشعب الإريتري، طبيعة التاريخ بين البلدين، طبيعة الحلفاء اللي موجودين لكل من الدولتين ودول الجوار، كل هذه تجبر الدولتين على. لذلك هو يصل إلى خلاصة إلى أنه السياسة الخارجية لإريتريا فيما يتعلق بإثيوبيا لا تتم إلا وفقا لتقوية مفاهيمنا ورغباتنا وتحديد قوانا. حتى التهديد الذي يأتي من إثيوبيا بابتلاع إريتريا لا يمكن التعامل معه في حالة الضعف، أو ربما تكون حالة الضعف هي اللي عامله amplification، يعني تكبره تجسمه وكذا. هذا هو ما يذكره، وهو يعتمد على مؤشرات يعني علمية أكثر منها، يعني مؤشرات تلاقي الهواء وكذا، ويعتمد عليها في رصد ويحدد أنه في المستقبل حتى تكون علاقة ليس فقط بين إثيوبيا وإريتريا بل حتى بين دول الجوار، يجب الرصد العلمي يكون هو الأساس بتحديد متطلبات هذه العلاقات ومتحديد ما هو الذي يمكن استفادته، الشعوب ماذا يمكن تستفيد من هذه. إذن المحدد النهائي بالنسبة لكل مجمل ما يقوله يجب أن يكون ما هو المستفاد من طبيعة علاقات إريتريا مع إثيوبيا أو مع السودان أو مع جيبوتي أو مع مصر، يعني الاعتبار لا يجب أن يكون هو بقاء جهة محددة في الحكم بقدر ما هو ما هي مصلحة. وهذه هي يؤشر على أنه الدول النمور الآسيوية ركزت على هذا المبدأ، ما هي مصلحتها في التعامل مع الصين أو الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى، ولذلك نجحت في الأخير في أنها هي، وأعتقد أنه يعني موفق في طرحه، لأنه المحددات الإلزامية لطبيعة العلاقات السياسية هي التي تجبر مخطط السياسة الخارجية على اتباعها، لكن هذا يلزم أيضا أن يكون مخطط السياسة الخارجية منفتح العقل والإمكانيات والقدرات. يعني فأرجو أن يكون هذا ساعد على الأقل في توصيل فكرة أستاذ سنغال. نعم، في أخ كان متصل وبعدين انقطع، ممكن يتصل مرة ثانية. حدا يدوي له نيرو تغاريسه.
طيب لحد ما يجينا اتصال الأستاذ فتح عثمان، يعني إذا اعتبرنا إذا كان في تغيير الآن في إريتريا، يعني في سؤال محوري الآن عندما كنت يعني تقول الفرق بين المعارضة والمقاومة، تقدر باختصار تقول لنا إيش مصير المعارضة الموجودة في الخارج برأيك يعني، وتكون معنا صريح يعني. البداية حتى من مدخلي إلى هذا الكلام هو إخراج العمل المقاوم في الخارج من حرف العين إلى حرف القاف. طيب. نعم، يعني حرف العين بالمناسبة حتى في تسميتك للأشياء كل دلالات هذا الحرف دلالة على الضعف والعمى من العين، العته والمعتوه والعماء، عدم المعرفة والظلام وكذا، والعاهة والعيلة، يعني كل هذه ارتباط حرف العين بها وحرف واشتقاق المعارضة بها. لذلك تسميتك لنفسك، نظرتك لنفسك، وتحديدك لدورك، يعني هذا مهم جدا. هذا الجانب النفسي الذي يقفل دوما يعني في 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 تحديد الأدوار. إذا أنت يعني لم ترى في نفسك أنك مؤهل لكي تقاوم ولكي تبدأ ثورة ولكي، فلذلك تظل دائما في القاع يعني. فهذا هو ما يحدث. أي تحدي يواجهه العمل المقاوم في الخارج الآن مرتبط حتى بالنظرة الذاتية وبتوزيع الأدوار وبما تريد. نحن نعرف الآن ما لا نريد. أي شخص إذا سألته هو يستطيع أن يشرح لك ما لا يريد في مجلدات، ولكن إذا سألته عما يريد يعجز عن هذا الشيء. التغيير في إريتريا هل يأتي بالمصادفة كما هو الناس تتمناه الآن، أم أنه هو يعني عمل مدروس؟ واحد من النقاط التي دوما أركز عليها، ما هو الفرق بين الثورة والانقلاب؟ يعني الآن لو افترضنا هذه التسمية المعارضة حتى أصبحت يعني المعارضة الإريترية وكذا، المعارضة الإريترية هدفها الأساسي إزالة السياسة تحديدا، خلينا من النظام وهذا، لأنه إريتريا ليس فيها نظام سياسي. النظام السياسي هو وجود حزب ولجنة مركزية وجيش قوي وإيديولوجيا ومؤسسات. كوريا الشمالية نظام سياسي، الصين نظام سياسي، كوبا نظام سياسي، إريتريا ليست نظام سياسي. ليس هناك حزب، ليس هناك لجنة مركزية، ليس هناك إيديولوجيا، ليس هناك مؤسسات حتى للأدلجة وللدعاية، وزارة إعلام ما فيها إلا ثلاث مؤسسات أو ثلاثة فروع. إذن نحن لا نتحدث عن نظام، لا نستطيع التحدث عن نظام في إريتريا، نتحدث عن فرد ومعه مستنفعين من وجوده. هنا تغيير هذا الحكم هو حكم فقط، حكم متسلط وليس نظام. واحد يعني أذكر في ندوة كنت في مقدمها في لندن، قال لي يا أخي المعارضة اتفقت على أنه هو نظام في سنة 2011 في أواسة. هذا لا يلزمني. أنا قلت له لا يلزمني تعريف مثلا مؤتمر، لأنه ما إريتريا نظام، ليس نظام. ما يوجد في إريتريا ليس نظاما سياسيا، نظام سيستم. وبعدين حتى كلمة نظام تشير إلى يعني شيء منظم. هل في إريتريا هناك ما يشير إلى أن هناك شيء منظم؟ إذا كان يعني أستاذ فتحي، نعم حتواصل أنت، بس نأخذ مكالمة وبعدين تواصل إن شاء الله. تفضل. طيب تفضل، تقدر تسأل أستاذ. مين معي؟ مرحبا حسن، معك أستاذ حسن. أيوة تفضل. الله يكرمك. أنا عندي سؤالين، سؤال لأستاذ فتحي وسؤال للأستاذ. طيب. السؤال الأول، الأخ فتحي ذكر أنه قال المصطلح المعارضة هو خطأ باعتباره يعني ممكن المقاومة هي أكثر فعالية في مواجهة النظام. نعم. وأنا أتفق معه أنه المفروض نحن نعيش كثورة والثورة هي مقاومة. جيد. لكن في أزمة الآن ما بين دائما الإنسان الشاب مثلا، لو أخذنا العمر ما بين 18 لحتى 40 بتلقى في حيوية وفي مقاومة وفي ثوران وفي عنفوان فصعب، بينما الإنسان عندما يكبر ما بين 50 60 70 ما عنده أي
حاجه للمعارضه للمقاومه، دي حاجه الناس تقولها بالبلاطه يعني، ما انه مع احترامنا كان في الثوره الليبيه في ناس عمرهم 50 و60 هذول، لكن باستثناء يعني. طيب السؤال شنو يا اخونا حسن؟ السؤال ايوه السؤال ما لازم اعبر اي لا عادي عادي ايوه تفضل، انت علقت دقيقه عاوز السؤال الان. معلش السؤال هنا، طيب كيف نوفق ما بين الان بين شباب عايز يقاوم عايز يعمل عايز يسور نعم وما في امكانيات وما في برضه ممكن التأجيل الجدالي وكذا، ما بين مجموعات اصلا هي شايفه الموضوع موضوع معارضه وما اكثر من كذا يعني، الناس الكبار مع احترامنا لهم يعني. السؤال اللي فتح شنقال ذكر ما قال ما بين 91 حتى 94 نورنا في الموضوع التبادل التجاري اللي هو مع اريتريا واثيوبيا. هل اريتريا الدوله المجاوره لها الوحيده هي اثيوبيا، ولا هو اصلا عايز يرسخ فينا المفهوم اللي عمله النظام بينما مثلا ربط الاقتصاد الاريتري مع اثيوبيا التجاره ما بين الجيش واسمره، بينما افتعل الحروب مع دول الجوار مع السودان من قرار لحد حجر كلها حروب طيب. والقمم ومناطق كلها كان فيها دمار، وكذلك برضو مع جبوت المناطق اللي في البحر الأحمر كان يستفيد يبيع ويشتري من يمن منه إلى وبعد مع عملية حنيش يعني أصبحت برضو منطقة عمليات وحروب، وكذلك برضو جبوت مؤخرا وبعد 2000 طبعا 98 2000 حصلت بعدين مؤخرا، والآن برضو الانفراج شفناه كيف كان بينما مقابل المناطق الاخرى. جميل السؤال للسنغال. ايوه السؤال للسنغال. انا كنت اتمنى منه باعتبار هو كان شغال في تلك الفتره نعم اولا ينورنا بالشيء اللي حصل وبين الموارد بتاعت الدوله الاريتريه باعتبارها ما كانت تمر عن طريق البنك الوزاره الماليه البنك عن طريق البنك الاريتري كيف كانت تصير، هذا كتنوير، لكن ما يجي يبشرنا انه لماذا الرابط الاقتصاد الاريتري باثيوبيا فقط؟ هل هي اريتريا تمثلها مثلا الهدف بارتباطها ان مع اثيوبيا وباقي المقاليم ما لها معنى يعني اخ حسن السؤال لماذا انحصر التبادل التجاري مع اثيوبيا؟ ده هو السؤال صح؟ ومع انه مع الدول الاخرى كان فقط يعني حروب ومشاكل. ايوه حروب مستعده. جيد. جيد. يعني هو يعرفها. جيد. خلاص شكرا استاذ حسن لحد ما نشوف مثلا. طيب استاذ فتحي هو اخونا حسن بيسال يقول انه في شباب يعني بين 18 الى 40 سنه دول يعتبرون مقاومين ليس معارضين وعندهم حيويه ونشاط ينقصهم الامكانيات، وفي ايضا قال المعارضه اللي انت ذكرتها هو اول يتفق معك بالوصف اللي وصفته موضوع المعارضه والمقاومه يتفق معك 100%، وفي قال طبعا بين 50 و60 الى 70 دول هم المعارضه اللي اصلا ما عندهم اي امكانيات وما يستطيعوا يغيروا. طب كيف نعمل يعني كيف تصف الشباب الحيوي ده اللي قاعد يقاوم واللي ما عنده امكانيات يعني؟ ده تقريبا سؤال يعني. نعاقا حنتي حتى لا تكاتو سنغال سمعنا لها سمعنا له بزعبا ايتوبيا ايرتران كتقلس كان لها ركبات سي اتي زيادة متقنها بتاور ركبات زنبري ويكات ماركي زنبري مس ايتوبيا ايو دارقا سسان حموشتن ديو اب سساتات ابيرو مس ايتوبيا ايو نيريلكا ايتوبيا طرح ليها قروبتنا يزبل زلو مستخالوت قن كر خلنا قن بجيكا وق امبر قال اي بوليسي اي نورونز وق انتي تمن اختريرو ابت كزيتي يزبل زلو تي تحته سلازم بفتح جميرنا رح راي نباها هنك سلاينا فتح مجمبرتا تفضل استاذ فتحي. شكرا استاذ حسن، النقطة هذه مهمة وهي بصورة عامة هي دوما صراع العنفوان والحكمة، يعني أنه يكون اندفاع الشباب وحكمة الشيوخ. هل هناك في حكمة في العمل المعارض؟ إذا كانت هناك في حكمة كانت تتجلى في نتائج مثمرة وكان يستفيد منها الشباب. الشباب يبحث عن قيادة حكيمة توصل إلى الأهداف تنظم، حتى مرحلة اليأس واحدة من المراحل التي تدفع الشاب إلى الانقطاع. يعني مثلا الشاب يجب أن يكون عنده القدرة قبل الاندفاع على محاكمة ما يقدمه فتح عثمان من أفكار. يعني اليوم فتح عثمان يطلع ويتكلم في ندوة كذا كذا، يجب أن يكون للشاب القدرة النقدية اللي تقول أنه لا يا أخي ما يقوله هذا الرجل ليس صحيحا ولا يمكن اتباعه في العمل مثلا. فهذه واحدة من الإشكاليات. الإشكالية الأساسية يجب أن يكون هناك تدافع
داخل العمل المقاومة الإريتري. الشباب يجب أن يدفع الآخرين، ليست مسألة رغبات أو ما نطمح فيه أو ما نحبه، لا. من كان عمره 60 و70 وكذا يجب أن يزح، ولكن الشاب لا يملك القدرة التي تؤهله لأن يكون بديل. لذلك تجد أن بعض الصناديق الحزبية وكذا والمؤسسات الجهوية أو كذا تستجلب الشباب، والشباب ينطوي لها ويدافع عنها أكثر مما يدافع عن أفكار عظمى وكبيرة مثلا. ليه؟ لأنه القدرة على تمحيص ما يطرحه الآخرين في العمل السياسي وكذا. لذلك دور الشاب يعني التدافع هذا حتى هو مجمد، يعني الصراع بين الشباب والقوة الشبابية داخل العمل المقاوم وكبار السن نفسه يعني ما واضح المعالم، لأنه الطرفين ضعيفين. هذا ضعيف بحسب السن وحسب التقادم، وهذا ضعيف لأنه لا يملك القدرات النقدية والقدرات الدافعة للعمل. لذلك تجده ينتمي لنفس المؤسسات أو الكيانات التي يؤسسها هؤلاء كبار السن، هؤلاء بدون قدرة نقدية على. لذلك يعني يحصل عندنا إعادة إنتاج الأزمة. صحيح أتفق معك أن الشباب يجب أن يكون، لكن السؤال هو كيف؟ يعني الآن الشباب يجب أن يدفع بالآخرين إلى الخارج، يعني هذه سنة الحياة وليست سنة العمل السياسي. العنفوان دوما يعني يتغلب على الحكمة في كثير من الأحيان. لذلك يعني يقول لك بين الإكستريم اللي يسموه الحد الأقصى هو الطيش، والحد الأقصى للحكمة يعني أن تكون مقابل ذلك الطيش الحكمة، أو أن تكون هناك مزاوجة. لكن هذا يعيدنا إلى التفاعل السياسي الإريتري، أنه الشاب عنده إشكالات هذه تحتاج إلى ندوة كبيرة إلى أخرى. حتى أذكر أنه في جنيف في 2016 كانت في ندوة وطلب مني التحدث حول دور الشباب الإريتري. قلت لهم يعني أنا في موضوع أهم من ذلك وأريد أن أتحدث فيه، وهو ما هو دور القبيلة في التفاعل السياسي الإريتري، لأنه هذا يغطي على دور. لذلك بعض الشباب يعني ينحاز إلى ما هو قريب وفي متناول يده دون أن يجد، وهذه طبعا مشكلة كبيرة تعيق العمل. لكن لو اتبعنا سنة التدافع في الحياة لكان من الطبيعي أن يستلم الشاب زمام المبادرة والقيادة، ولكن يجب أن نعيد النظر في هذا الصندوق الذي يضم الشباب وما هي مشكلاته بشكل موسع بنظر نقدي. يعني شكرا أتو سينجال تحبتون عفاها أوريه يغني لي تحته دارجان الصرصية انتهينا نيرسي قابتي إكسبورت زميل كترحي سبعا كلتن مئتاوي سي مش إيتيبيا نيري يعني حجي انتهيو سلمتين مش إيتيبيا خندو أخوين مش سودان عصر شمون تن مئتاوي سنيرو قليس اي انتخوين عمتو اي فلتن قليس كان يكاو عصر شمون تهميتي مش سعيد عرب حموشتنة إكسبورت أب إمبورت خل ما تخلنا جن أب إمبورت خل ما تخلنا مستيان زنبرنا عصر شو عتم إيطالي درجة كباب مسنبرة بتحريه تزعب إيه زنبرة تنقلت عدتك من السعودية عربا عرب إماراتي نير حجي إمبورت نقبره حجرات عربي زبز حري هاب إيطاليا سي إنسيغنيفيكانت نير إيطاليا سي درجة هم مشتنت بشدش ترحيل إمبورت نقبره تزبز حري خاب سعود عربن عرب إمارات نيرو حجي بخصتي جرناين وصدق مهنياتو خابو طرحينا أوحد قنقتو نخير قاليو ري إكسبورت زخوني ساتنون زي فري أخون خيليو عرب إمارات نتلاقينا أو إكسبورت جرن خاب أوروبا زمت عد حر خاب خابو خان حنا نمت نيرنا مالتيو أتي حتى جننتايو أمونغو فللي جرنادو تمنقست تسي أب نقدرون تفتت ميزان حلي ديز خير نيرو نخلن قروابتي بحد عين ديز متن نيرو نتبل حتو ناقو قط أصلا تخيد ناقو خيد تمنقستي نخلن قروابتي بحد عين غيرو أيت أمتنا
سلازي غوغو ينيرو غوغو ينيرو مخنياتو اتي باطيرا مس ايتيوبيا طرحينا حد عينت باطيرا غيرنا نسرحنينا تاريخاو امطاصا نيرو ناي قدمنت نيرو كسع 99993 94 اريترا ناي ايتيوبيا ناي السودانن باطيرا تتقمنيرا خلتيو باطيرا بوغعي زغلوصاتو يزارو زلو بوغعي كلتيو باطيرا كله باطيراتات ناي عالم كان اب اريترا يسرح نيرو يشرف نيرو ناي سعيد حيس كان تن امصيخه اب اسمرا تذكروا انت اخوينك عبد الله كاوتا خيتك اشرفك دولار كحيس كخدم الناس تخيلك سلاز ابكم زنبرلو اوان رياليستيك انت اخوينا بذا حدا شنخ باطيرا مس ايتوبيا طرح بمغبارو اداليو خنبل نخلينا معناته كومن كارنسي مس ايتوبيا مس السودان نينيرو اتن كالوت جن بمعرجيرو ايتمتن كنبل نخلينا سلاز نبل حدا حجي كمز عينت ليلا وليلا متان كاين فطر نخلن غروابتنا بحد عين خنطمتو يغبعنا تو بوليستاتنا كنت كنصر يغبؤو جن اريترا 99394 سنه غزا ادسا باطيرا خا تخبر اي تخلن نيرو صقم نيرو سلازي ناي قدمت ناي غروابتنا خنطقم ويدما ناي امريكا خنطقم نيرونا بخمو غيرنا نحسبو اتي خالو جن انتايو اكسبورت حب السودان اريترا مزز خل سنتاي نيرو حجي ناب اريترا غوصو زقربي اندستريا وتقالات ناي السودان يلن تاريخو زمدناتات السودان مسغبصي تاريخو زمدناتات راح زي يكون خمانسي بوليتيكا تصعنو خمانسي السودان كاب بوليتيكا تصعنو ناي غبص دارغا وصا ايتفلط زوصتو الاوان انت دارلو خيمس ناي زي بشير زنبر الاوان ابز حج اوان طرحينير ندغنا خاني نابت زنبر غوص يملز زلو يمسل حجي حجي اتن هاغرات كل غزي مشارخت اللوون يخداين يصلا لوين نحنا بتحد حجي نزهلونا ندينا نزارب زلنا تماهيرنا خاو بزت خاله متن شارا زي محاس نخلهم غروابتنا بمعرز طمت بوليسي مهلاو ابايتا كنرغاغت كنكن علنا مستحوي سما معلو كوينات سالوت كوينات اتيو مس ايتيوبيا زبلاغن اي تسما مع كلهم مخنياتو اريترا مجمرتا من السودان كوينات اتيا دحار مس يمن دحار مس ايتيوبيا دحار من جيبوتي دحار ما باسس اين اطرحا جديفاتهم بر مقصلت نكرا تداخي باطرح سلازي اتا اتا اكوينات اكوينات تو بوليسي ناتنا دارغا حدا يناب كل صحاري هو عم نبداو نتفاتات جن تو بوليسي ناسي نخلن بمعرض ذا ساعات فنير زخلتنا عين ورتن تو بوليسينا مس ايتيوبيا جن زياده ذا تبابعو ناي حبر باطيرا منبارو طرح زي كوني اتنا تصام من قصقاس ناي نغدي زنبرو نبعلو حدا عبي تصعنا نيرو مخنات بروموشن معناتو كاستمز تاكس اي فولولو نيرو نابتن كالوت هاغرا زخيد جن تاكس كاستمز تاكس تخفل تخينكا بيرير تفطريها سلاذا ابو هنا لو كم فاكتور زغنو خينو تا خن محررلا زلنا جن انتايا كابزناتو زبالا كلن تم بوليسي مغبرن نخلن غروابت هاغرنا بمعري زستناغد مخانو كنرغاغط علنا نابتبل سلاذ خونت تاناتو حتو يقبل عليك ربو ثانك يو معنا الان الاعلامي والصحفي صلاح محمد زين معنا فمصالح الجي حاولنا صلاح محمد زين قالت لنا مصالح له تفضل استاذ صلاح السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام قاعدين يسمعوا تحياتي لك استاذ عبد الكريم وتحياتي لزميل الاستاذ الدبلوماسي فتحي عثمان والاستاذ سنجر ولازم الشكر في البداية لهذه الندوة ولمنظميها وتحتو النبهة يا عتو سنجال أنا صلاح محمد زي عامي ويكا قلت شفين عصبت شو متنديو قلت عامت ويحد عامت قبرها بلندن لنشيتف أوف تشين تراقبنا هو ذاكرين قلتي بتاي نايتي ولاتي يستم هروش هو ويتي في ميتينجز على زمد النامس إثيوبيا نيرو قرب الرأي خان الرأي مستفر علي نيرو قرب نشتي ناي 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 إتوفر لي ميرنا شعوب دعوات سلام لو ما خمان قوز رحا يكونن مثلني
حجي انا خلتي كوتس قبلك اي خلتي قالات زبل كاين ولكو بالديتيلز كم ترى زي قا بزوح زبلني زي كون اي مالتي عفتين اي نقدي مش اثيوبيا كتاب بليون برزقون نير النايك هذا حراي افتانا كرنس متيا ديات احط قد متا كوت مباركة افتانا كرنس متيا مزقها اي ترد عنن الاتراسي ناتا كرنس كلواي نبرن ديتو الزلقة ولا انتائيو تي تنقر قرب زي ابرك تبلا لي كان نقر ميزان زي حلوي ميزان زي حلوي سوري ميزان زي حلوي خون اللوي كان مدي ميزان زي حلوي افتي الشحو مالتي الفلتي نعم صاب زي مكاب زنابر بيتيو بياشو منيو من قسم ما بيترا زلون زنابر زلون يجي من ميزان زي حلوي وي انتاي خنجر كلا انتاي عن قبل زلنا حجسي انتاي زي بعبسي كونفليكت لو بتوين ايرتران اثيوبيان بحرياوي مستيز نبرنا عمت عبد الكريم زبرها ثلاثة عامات تتقزينا قد بيهو هذه كونفليكت بس خطر يحجوين عطانا عشر كلمات من خدمات سنكالنا دماء دائما الناس كان حانتي خطان حتوتات زبرشايا تزغونو هجرات سيمس أوم شركنات كن قبريه بالنان زي أقدر أني قالتن أنا مش كم إرتراوي مش إثيوبيا مش جبسي ناشنال تيرست هجروا ربحان تلني نو إثيوبيا جبسي سلعتنا إثيوبيا يا سلازم سأ زندنا كبت خوي كاز كلوني يقولوا ما ردي زي كبريها خدكم زين حتى تعطنا تي مني يا غنينا شكرا استاذ صلاح. حراي دحان كنت من لاسكا تليفون سلازلاتني نقبل. الو 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 اوكي اتو تنسى يا اختي سنغال كنت تملس تخليها حراي بتعز قلالات كجمر تاز قلالت سنتايلو مس إثيوبيا عبوتت مزلوا هجرة حنسب سنغال حنسب ألو 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 سلام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضل أري حتى نيراتني تفضل ده نمني يا عم حتى بزعبتي ناي إثيوبيا ناي إريتراندي هو صراحة هراك تزارب عاوي الكزارب هو تينا بحري زملكات ديو إثيوبيا غربابتا بزحات يوم جيبوتيا زي صومال الله سودان الله كلهم بحري زلوهم يوم جوم غربابتهم إن إلترا تراي ديو نتي عالم حقتات نتخبر وهم كمان إلترا ودوات تراي ساكت قطعت تقام تدلي وي حيلي نيتين إلترا طلعت سلترخ بالله يا كم تقبل زلا أوكي نمتى يعني إلترا طرح نمتى يعني إلترا طرح تدفر أخذ بالزلقة قالوا تسأل الأول اللي بحري هو صومال الله خان جوتي تسمامي عاو بتنا عالم انت شو حقي نقدي مقبرت تشخل يا تقبل الله هو بزيا السودان الله السودان كمان كتقبر تخيل يا اكزاكتو بسومال الله هو كبيري ليه تبوتا مالتيو جين تراي كزي ناي عسبن وي مسوان ناتنا كنقبرينا زي فكرة كله مالتيو انتاي يمسو زي كله مالتيو يلا ترى لولواتنا زي منقستي زي كونة عدية اوكي منقستي عالم زي فلطة مالتيو All right, thank you. Thank you. Thank you.
الو الو سلامات السلام يا الو الو السلام عليكم مرحبا حبيبي وعليكم السلام سنغال تان حتو تاتنا اي صلاح ملسمو صلاح خملشي ابو ابو لندن تراخيبنا نيرنا يدنا انا سمينا الحنس اخ قبر يا خيدنبر ابتي ناي انيشيتيف زبلو زلو او تساتوفكو اي مسلنن لحن كن ناي غزا اينو تراخيبكم على خمتشم هو هو صبو ابناي صالح خيده بزعبا قبصي انا بزعبا قبصي انت يا زبلكو مس قبصي ركب كنقبر يا بلنان متان ايتيوبيا خينا خريا اي بولكون وي انا خزارو كلخو تغاغي لخو قالات صبو غير اي مرصكون وي نسخا صبو غير كاي سمع خانن اتا انا زبركو انتايو شاراخن حز يا بلنان شارام حز كلتاي زمدنا مغبار كاد نغير شارازم مالت زي بولو خونا لو زبركو انتايو نعانا نقبصن زغدسنا نغرا طرحو نسراي قبصنا ابنت وتهدروا معسكر اب اريتران تاديليا متهدروا معسكر مزخونه عدي احنا نداريو عقباب كنهبنا خيرينا اي نعهم ابزي اه مع وتهدروا معسكر مهابكن اتا مس ايتيبيا زلا زمدنا كتحرففا سلاز مور حدا جايز بصحني كبطقمو قداتو يعبي الكا كوست بنفيت اناليس كنقبل كنكال علينا يا زبركو نبر نورمال زمدناتات كلونا يبولونا يبولكم زي صالح زبلان اذا حونا سالساي حاتات زبلان مسيمن يبن امنه نحنا نسعد عرب اب باصعنا بكسين هيبنا يوم يمن يدبدبلو صباح نكون احنا مسيمن سي احواتنا مزامتنا اب عدو تاخذوا ويك اندي يصلوا انا اي ممرضكم اي محبكمن يمن نخدبدبو اب اريتريا معسكر اي محبكمن سلامنتاي نتبل كوست بنفيت اناليسس معناته تصبح نكم مس انا مس سعود كل عينه صبو ركبات كلونا يدلي اتي مس شارا زي بيقولوا جم خون خلالو شارا زي بيقولوا انت معناتيو معانا معقوم نبزربح يسرح معانا نحنا كلتينا مغبرو جم نيمن يكون هاجر زحسن تدا اخوينو جم صبح نكم حدغاتاتو يبزح سلازي كوست بنفيت اناليسس غيره قبطقمو غداتو سلازبزح زو علز اتوني خبل يغبا اندي يزمتلو اتا قوم نغر تا قوم نغر انتيا انت دا اون بيس ميل بيس كم بي اوفتينا زم حتوتا زمصا زلواسي قققن صيلكا نناقشتو ايفنتس اخاتر زلغا انا نتعبس الى نرعي عبس الى خندق كم بي خندن خلنا انتينا نبل مسلكا زم دناتاتنا مسكالوت هاغرات قبي منجو بنات مناتم ديليت ديزبغس ندحل بناتن ديليت زبغس على خوينو نيو كولوناليزم اندغنا تغزينا لنا مالتي سلازي اريترا انا خوت خوونتا اريترا انا ايدلياني بناي كارلو ديليت كتمرح ايدلياني اتا ندلي انا زمنا اريترا بوشتنا كتمرح بدليتنا كتمرح نبهغنا خاني تمال كتخون كتقالالو سلازي بوليس تاعتنا كاوشت يوم زمنجو كنبل كندل خلانا نحنا سلام ندلي اريتراويان سلازي ناي غروابتنا سلام كنحلو كنقالالنا ناي غروابتنا سلام زحاسي زخون عين الصرح نصرح بنا شارخن وسد يبلنا انا ايتيوبيا خيتو غدا كتغدا اليكونكون حزب اريترا كن سلام يدلي ناي كبابينا زلو سلام كاني اتا سيستمس ابروز بالكوكا افينچا يهرمو عين تنبل
ስለዚ ተኣሳሲርና ዘለና ኣብ ዘለናዮ እዋን ስለ ዝኾነ ሲ ኩሉ እቲ ንሕና ንምነዮ ነቶም ጎረባብትና ንኩሎም ከዓኒ ከምኡ ፅቡቅ ክንምነኽን ክእል ጥራሕ ኢና ንህዝብና ካብዚ ዘለዎ መነባብሮ ናብ ዝሓሸ ክንወስዶ ንኽእል ቂምን ቅርሕንትን ኣብ ክብፅሓና ዝኽእል ነገር የለን ክደቕሰና ጥራሕንቲ ዘይኮይኑ ስለዚ ካብኡ ተበጊሰ የ ዝዛረብ ዘለኹ እቲ ሓንቲ ወይ ዝበልካ እያ ኣብ ካረንሲ ክትመፅእ ከለኻን ኣብ ናይ ንግዲ ክትመፅእ ከለኻን ሚዛን ናይ ንግዲ ተማዛቢሉ ዝበልካ እያ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ እዩ ኣብ ሙሉእ ዓለም ሚዛን ናይ ንግዲ ዓዲ ብዓዲ ይዛናበል ስለዚ ምስተዛናበለ እንታይ ካትገብሮ ከተተዓራርዮ ክትክእል ኣለካ ፖሊሲታት ኣለዉ ንዕኡ መተዓራርዩ ኣሜሪካ ምስ ጃፓን ዘለዋ ሚዛን ንግዲ እንዳበርትዕ ክከይድ ክደሊ ከሎ ታሪፍ ትውስኸሉ ስለዚ ካብ ጃፓን ከምዘይመፅእ ትገብሮ ምቻይና ከምኡ ትገብር ስለዚ ከምኡ እንዳገበርና ክንፃወት ክንክእል ኣለና ሚዛን ናይ ንግዲ እንተ ደኣ ተማዛቢሉ ኩሉ ግዜ ጥዑይ ዝኾነ ቀፃልነቱ ዝሓለወ ሳስተይናብል ዝኾነ ዝምድና ንኸይህልወካ ዕንቅፋት ስለ ዝኸውን ቅድመ ምድለዋት እንዳገበርካ ኢንስትናላይዝ ብዝኾነ ኣገባብ እንዳገምገምካ ሓደጋ ከይመፀ ከሎ ቅድሚ ሓደጋ ኢካ ክትእርሞ ዘለካ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ዓንቲ ወይ እንታይ ኢለ ንሕና ተኣኪቡ ዶላር ብር ኣብ መወዳእታ ቀይረልና ምስበልናዮም በዚ ሕዚ ንቕይረልኩም ኣይ ንቕይረልኩምን ኣባ ሰኣት ኢና ኣብ መወዳእታ እንታይ ኮይኑ ብር ክንልውጠልኩም ውዕል ነይሩና ድዩ ኣይነበረኩምን እንተተሰማሚዑኩም ባይ ዲፎልት ንሱን ድዩ እዚ ዝብል ኩሉ ምክንያታት ንባእሲ ንክስታይ ፈጢሩና ስለዚ ካብ ከምዚ ክንድሕን ክንክእል ኣለና ኩሉ ንገብሮ ዝምድናታት ሚዛን ንግዲ ዝሓለወ ምዃኑ እንዳረጋገፅና ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና እየ ክብል ዝፈቲነ ነይረ ኡስታዝ ዓብደልከሪም እታ ኮንፍሊክት ዝበልከ 30 ዓመት ምስ ኢትዮጵያ ኮንፍሊክት ነይሩና እዎ ነይሩና ሰዋት ተወዲኡ እንድዩ ብሳብ ሴንጋል ካብ ኣውስትራልያ ሓደ ፍሉጥ ጋዜጠኛ ድውለና ዘሎ ኡስታዝ ጀማል ሁመድ ሰላም ዓለይኩም هذه الأمسية الأكاديمية والندوة السياسية المهمة جدا شكرا جمال محمد كان يتصل هيا تفضل لحد ما يتصل جمال كان بقطع شبو حج انت هاي زبل زلخو كلن زن حتاتات انت داري خيان اتينا يوطع بوليستاتنا زمدنا قاوشت زبقسي نربحا هزب اريترا انت يتصبو انت بلنا نحسب انت زبل زلخو كلن زن حتاتات زمتع زلواجن قاب اكسترنال نابنت نايز حاوي ኢትዮጵያ ሲ ካልኦት ወደባት ኣለዋ ገለመለ ስለምንታይ ኣብ ኤርትራ ትደሊ ገለመለ ገለብለን ኣሎ ኣብ ሶማል ኣለዋ ኣብ ጅቡቲ ኣለዋ ገለመለ ሕጂ ንስ እውን ትሕትኡ ካብ ደገን ውሽጢ ይመፅኣሉ ኣነ ናይ ኢትዮጵያ ሕቶ ክምልሻ ይኹምኩን ኣብ ዝመፅ እየ ዘለኹም ኣነ ዘገድሰኒ ዘሎታ ኤርትራ እያ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ኣለው ብዛዕባ ወደብ ክዛረብ ክደሉ ከለኹ ሲ ወደብ ምስ ኩሎም ጎረባብትና ንዝኾነ ሰብ ለት ኣሎን ኢትዮጵያ ንዝኾነ ኣብ ረብሓ እንተ ውዒልናዮ ጥራሕ ኢና መነባብሮ ህዝብና ንገብር ስለዚ ኢትዮጵያ ክትቀመሉ እንተደኣ ፈቲና ወይነ ንጉድ ንረብሓ መነባብሮ ህዝብና ዝጠቅም ስለ ዝኾነ ከምቲ ዝበልኮ ኣህጉራውን ሕልናውን ሕግታት እውን የገድደና እዩ ስለዚ ንዕኡ ተጠቂምና ንሕና እቲ ወደብ ንሰርሕ ወደብ ግን ከም ኮመርሻል ኤንቲቲ ጌርና ንርኣዮ ከም ሓደ ዋኒን ጌርና ንርኣዮ ከም ሓደ ምንጭ ናይ ሃብቲ ጌርና ንርኣዮ ከም ሓደ ምንጭ ናይ ሃብቲ እዘን ወደብ ናይ ዓሰብሲ ኣብ ወተሃደራዊ ዕስክርና እንተ ጌርናየ እንድን ዝያዳ ገንዘብ ክባና ዝኽእላ ዋላ ንኮመርሻል ተጌርና እየን ከዛርበና ይኽእል ኹን ካካትዓና ይኽእል ኹን ኣብ መወዳእታ ግን እቲ ኮስት ቤነፊት ኣናሊስ እዩ ማዕሪ ማዕሪ ዩ ከዓኒ ሓደጋታቱ እቲ ሓደጋታት ከ ኮመርሻል እንተገበርናዮ ድዩ ዋላ ሚሊታሪ ማዓስከራት እንተገበርናዮ እዩ ንዓስብን ንባፅዕን ከገልግለና ዝኽእል ኣየናይ ዝያዳ ሓደጋታት ኣለዎ ስለዚ ኩሉ ግዜ ጠቕምን ሓደጋታቱን ኣብ ግምት የእቲኻ ኢኻ ናብ ውሳኔ ትኸይ ስለዚ ኣነ እንታይ ምበልኩ እተን ቀዳሞት ክልተ ንኢትዮጵያ መበገሲ ጌርን ዝተበገሳ ንኩነታት ናይ ኤርትራ ንዓናስ እንታይ እዩ ዝጠቅመና ዝብላስ በአን ገይረን ሪፍሬዝ ገይሮምለይ እንተዝኾኑ ዝያዳ ምተረዳእኒ ነይረን ዝኾነ ኮይኑ ግን ኣነ እንታይ ዝብል ዘለኹ ዘይረ ዘይረ ዝምድናታትና ካብ ውሽጢ ጥራሕ ክብገስ ዘለዎ
كاوشتي خذ جزلو نربح هزمن هاجرن ترح أبقى متي أتينا عن سرع نايت سامساي حتاتي قرم مو انتيك جبر خلاله نزبل نحنا قابزي منفسزي زلنا يا أوان لومي بورت عبد الله مخدو يقول يوم نحنا قلنا ندير يوم مخناتو نربحنا خنبل ترح يزبل زلو خاوي بيبقس لنا عصب زبل كايو مسنا يمن أجمع له تحطه جن انتايو دحر حج ترحينا قابزة ماهرنا دحر حجي كمو خيجاتهم كخنتن كان كلا لنا نحنا دليت فتحي أريترا مستقاطعة أرنا يا خاني نخال قط كبابتات نتم هزبتات زقود زبلة زتها جبرة كله والسانيتات اندقنا هم كل سوهم كلا لنا تشيك هم جبرهم كلا لنا نخلهم بمعرضينا شاراو زي كنا جن نربح هزبن هاجرن زقل قلت راح بوليسي خنكتلا لنا مولكو حافشاوي سلازخونت بهم دي أجير خدم دمان